قالت شركة السكك الحديدية الحكومية في أوكرانيا إن الهجوم الروسي الذي وقع الليلة الماضية استهدف بنى تحتية لها في منطقة سومي بشمال شرق البلاد ومنطقة دنيبرو بيتروفسك وسط البلاد. وفي وقت سابق قال مسؤولون أوكرانيون إن 3 أشخاص قتلوا في هجمات روسية استهدفت منطقة زاباروجيا ومدينة دنيبرو. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إنها نشرت المزيد من أنظمة الدفاع الجوي في منطقة بلغرود، حيث تتعرض بلدة بلغرود والمناطق المجاورة لها للقصف والهجمات الأوكرانية منذ فترة.